السلام عليكم ما خدش حقه. قلنا أنه أهم شخصية ما خدتش حقها في التاريخ المصري المعاصر على مدى 75 سنة اللي فاتوا هو اللواء محمد نجيب. محمد نجيب زي ما حكيت وأطاحوا بيه من رئاسة الجمهورية وهو أول رئيس جمهورية لمصر. ماشي، كل ده ماشي منطقي، اختلاف ضباط في السن 34 سنة 32 سنة مع اللواء القائد بتاعهم 51 سنة يجوز، إنما اللي حصل بعد كده من انتزاع حق محمد نجيب هو الذي لا يجوز أبدا، بمعنى أن محمد نجيب مش بس بيتم القبض عليه، ده بيتم ضربه ركله لكمه، ضباط صغيرين اللي حواليه الحراس اللي بيقبضوا عليه يتم احتجازه، يتم سجنه، يتم وضعه في فيلا مهجورة بلا أي نوع من أنواع الحياة، منفصل عن عيلته وأسرته، ثم بعد كده بتلتحق بالأسرة، يعيش عيشة ضنك، ثم يمنع ذكر اسمه وسيرته في الصحافة وفي الإعلام وفي كتب التاريخ، وكل كتب اللي كانت بتدرس في تاريخ مصر من سنة 54 لغاية أوائل الثمانينات ومنتصف الثمانينات ما فيهاش إن محمد نجيب رئيس الجمهورية. المصريين فاقوا فأدركوا أن عندنا رئيس جمهورية قبل جمال عبد الناصر في الثمانينات، حتى من بعد حتى وفاة الرئيس السادات، رغم الرئيس السادات أفرج عنه. قعد هذا الرجل 20 سنة ممنوع من الخروج من بيته، لدرجة أنه لما حصل العدوان الثلاثي سنة 56 هم نقلوه من الفيلا اللي كان فيلا زينب الوكيل في المرج وودوه في أقاصي الصعيد خوفا من أنه الجماهير تخرج تطالب بمحمد نجيب. مع ايه بقى الخروج والمروح ده؟ بالضرب والركل والتعذيب، شيء لا يمكن وصفه الا بانه هذا الرجل ينتزع حقه، محو اسمه من التاريخ، واتهامات ما انزل الله بها من سلطان بقى عليه، يعني وكأن لم يكن هناك شخص اسمه محمد نجيب موجود في التاريخ. انا مقدر انه ممكن الصراع ده بين محمد نجيب ورفاقه كان ينتهي بفوز محمد نجيب فيعمل في رفاقه اللي هم عملوه فيه، جايز جايز، بس ده يجاوب عليه بقى الفلكي الراجل المتنبئ بتاع البلورة السحرية. انما في التاريخ الحاصل ازاي تحرم بلدك شعبك من معرفة حقيقة بديهية واقعة ماثلة، وهي انه في رئيس جمهورية وفي رجل مارس يعني دورا هائلا في قيام ثورة يوليو وفي تغيير شكل مصر من الملكية الى الجمهورية، ثم تحبسه هذا الحبس، ثم تحبسه في التاريخ، تمنع عنه الحياة، تحرمه من كل شيء، الى درجة انه ولاده اشتغلوا سواقين تاكسي والاتنين ماتوا في ظروف غامضة كمان قتلوا. احنا قصاد مشهد درامي رهيب. يجي بقى يعني انا متصور كيف كان محمد نجيب كل يوم 23 يوليو هو بيسمع في الإذاعة لاحتفالات بثورة 23 يوليو، وهو الذي قام بها وهو قائدها وهو يعني رمزها وهو الواجهة بتاعتها، ولا يذكر اسمه على الإطلاق ولا يحتفى به، بل هو قاعد بالبيجامة مع القطط اللي كانوا ماليين الفيلا المهجورة دي، وحارس عجوز وحالة من حالات الفقر المدقع مع وحدة موحشة. لما سمح له أخيرا السادات بأنه يبقى حر، هو كتب مذكراته كده قال لي السادات أنت حر طليق، لم أصدق نفسي، هل أستطيع أن أخرج وأدخل بلا حراسة؟ هل أستطيع أن أتكلم في الهاتف بلا تنصت؟ هل أستطيع أن أستقبل الناس بلا رقيب؟ لم أصدق ذلك بسهولة. فالسجين في حاجة لبعض الوقت ليتعود على سجنه، وفي حاجة لبعض الوقت ليعود إلى حريته. وأنا لم أكن سجينا عاديا، كنت سجينا يحصون أنفاسه، يتنصتون على كلماته، يزرعون الميكروفونات والعدسات في حجرة معيشته، وكنت أخشى أن أقترب من أحد حتى لا يختفي، وأتحاشى زيارة الأهل والأصدقاء حتى لا يتعكر صفو حياتهم، وأبتعد عن الأماكن العامة حتى لا يلتف الناس حولي فيذهبون وراء الشمس. ولكن بعد فترة وبالتدريج عدت إلى حريتي، وعدت إلى الناس، وعدت إلى الحياة العامة، ويا ليتني ما عدت، فالناس جميعا كان في حلقها مرارة من الهزيمة والاحتلال. كان طبعا على ما بعد 67. إلى أي حد يمكن أن يكون التاريخ نازعا لحق أحد زي اللي عمله مع محمد نجيب؟ في حوار نادر جدا أجراته إذاعة بريطانية مع محمد نجيب أوائل الثمانينات، وهو نزل كتابين لما أفرج عنه، كتاب كنت رئيسا لمصر وكتاب كلماتي للتاريخ، لما عملوا مع حوار إذاعي وقالوا له يعني في تقييم التجربة التاريخية دي فتلخصها بإيه، فأجاب إجابة
رائعة وجميلة وساحرة وملخصة جدا، قال: كنت أحمقاً.